اتنا نضوي، هناخد النهاردة الدرس العاشر بيقوش اما ماد. ماد بتكتب حرف اليوضة وعليها شرطة من فوق معناها 10، اما ماد يعني العاشر. هنتكلم النهاردة عن زمن المستقبل الاول، والزمن دوت مرتبط في حفظه بالزمن اللي خدناه المرة اللي فاتت اللي هو الحاضر الاول، لان احنا بمجرد بنضيف حاجة بسيطة نتنقل من المستقبل من الحاضر للمستقبل. طيب ناخده بقى خطوة خطوة. أول حاجة احنا بنقول بنستخدمه في التعبير عن أي حدث في المستقبل. طيب بنركبه ازاي؟ الحاضر قلنا بيتركب من الفاعل وبعده الفعل وبعد كده بقية الجملة إذا كان فيها باقي. طيب احنا في المستقبل بنحط ما بين الفاعل والفعل نا بس، يبقى احنا كده حولنا المضارع ل مستقبل. طيب نفس الكلام اللي احنا قلناه عن الحاضر في شكل الجملة هنقوله برضو على المستقبل، ان هنشوف تلات اشكال من جملة المستقبل الاول حسب نوع الفاعل. يعني الفاعل ممكن يبقى اسم معرف في اداة تعريف، ممكن يبقى الفاعل ضمير شخصي، ممكن يكون الفاعل اسم نكرة او اسم بدون اداة. طيب ناخده واحد واحد زي بالظبط الحاضر. الفاعل اسم معرف، يعني ايه؟ هنقول بي رومي، دي سهيمي، بي الو، دي الو. طيب احنا ادي الفعل اهو، المضارع كنا بنقول بي رومي سودام. طيب احنا هنا في المضارع في المستقبل هنعمل ايه؟ هنحط النا، بي رومي نا سودام، الرجل سوف يسمع. دي سهيمي نا سخاي، المرأة سوف تكتب. بي ألو ناقوش، الصبي سوف يقرأ. دي ألو نا همسي، البنت سوف تجلس. طيب نشوف تاني نوع الفاعل ضمير شخصي. احنا خدنا الضمائر الشخصية اللي بتديني الحاضر المرة اللي فاتت اللي هما قلنا دي وإك، خدناها بالكي بالكبة وقلنا كي لو جه بعدها ني، ودا والإف والإس والدن والددن والسا. طيب احنا برضو هنزود بس النا فقط لغير، يبقى دي نا سودام انا سوف اسمع، كنا قاضي انت هتفهم، دارا دارا سو انت هتشربي. هنا ليه حطيت را؟ حطيت را علشان ما يتشابهش مع دنا، يبقى ما هقول هنا دانا سو مش هتبقى مفهومة قوي انت ولا نحن، فاحنا بنقول هنا دا راسو يعني انت سوف تشربين. فنا اي هو هيجي، سنا ميسي هي هتولد، دنا اسك احنا هنتأخر، ددنا اوش انتوا هتقروا، سانا ووم هما هياكلوا. طيب احنا عايزين ناخد بس كده ملحوظتين سراع في الموضوع دوت. النا دي فعل بمعنى ذاهب او رايح، زي ما احنا بنقول دلوقتي بالمصري انا رايح اكل، نفس التركيبة احنا بنستخدمها بس بنترجمها للغة اللي احنا بنتكلمها حاليا. فبدل ما بقول دينا ووم انا سوف اكل، بقول انا رايح اكل، دينا ووم انا رايح اكل. هي نا هي نفس الترجمة الحرفية للفعل رايح او هعمل سوف اذهب، يبقى دينا ووم انا رايح اكل، دينا اي انا هاجي، وهكذا. طيب تاني حاجة احنا قلنا المرة اللي فاتت ان انا ممكن اجيب فعل ضميري مع الفعل الاسمي، نفس القصة هنطبقها هنا. بيرومي افنا ساجي، الراجل هيتكلم. ديسهيمي سنسخاي، المرأة هتكتب. بي الو افنا اوش، الولد هيقرأ. دي شاري سنا شيني، الابنة سوف تسأل، الابنة مش البنت، الابنة. تمام. طيب تالت صورة من الجملة اللي لما يكون الفاعل اسم نكرة اندفيني مفهوش اداة تعريف. طيب نفس الكلام هنحط النا بعد الفاعل، والون احنا قلنا بنستخدمها يبقى ون او الو نا جرجير، في صبي او بنت هتلعب. ون او الو نا جرجر، يوجد صبي او صبية سوف يلعب او تلعب. طيب
النفي، النفي بسيط، هو نفي الحاضر الأول، إن إحنا بنحط الأداة إن بعد الفعل، وممكن نضيف الأداة إن قبل الفعل الضمير. شوف كده، إندينا سودام آن، أنا لن أسمع، أنا مش هسمع، أنا سوف لا أسمع. معلش يا جماعة، هي دينا مفروض لازقة في بعض، معلش أنا آسف. إندينا سودام آن، أنا مش هسمع. إنكنا كاديان، أنت مش هتفهم. إندارا سود سو آن، أنت مش هتشربي. إنفنا إي آن، هو لن يأتي. بحط لكم الان بين قوسين، يعني ممكن احطها ممكن اشيلها. ان سناشيني ان، هي مش هتسأل. ان دنا موشي ان، نحن لن نمشي، او احنا سوف لا نمشي. ان ددنا اوش ان، انتم لن تقرأوا، او انتم سوف لا تقرؤون. ان سانا ووم ان، هم مش هياكلوا. طيب بالنسبة لل الجملة، هي اللي فيها فاعلين بيرومي انفنا سودام ان، دسهيمي انسنا سخاي ان، ني الو ان سانا اوش ان، الولاد مش هيقرأوا. طيب الحالة الثالثة اللي هي فيها الفاعل نكرة، احنا قلنا في الحالة المثبتة كنا بنحط ون يوجد، في النفي هنحط امون لا يوجد. يبقى امون قالوا مفيش صبي أو صبية، ناجر جار هيلعبوا، يبقى مفيش ولد أو بنت هم أي هيلعبوا. كده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة عن المستقبل الأول، وشكرا لحسن استماعكم. دي شبه موتن دودان أوجاي.